لم تكن قرارات مؤتمر دول المانحين في وارسو بعيدة عن تطلعات الأوكرانيين، فمبلغ 6 مليار و500 مليون دولار من أكبر المساعدات التي قرر الغرب تقديمها إلى كييف لحد الآن على الأقل. هذه الأموال ستذهب لدعم اقتصاد أوكرانيا وشعبها في هذه الحرب، وأعتقد أن هذه الخطوة تحمل رسالة سياسية قوية لروسيا، لأنها كانت تتوقع انهيار أوكرانيا خاصة اقتصاديا، لكن ذلك لم يحدث. ورغم الترحيب بكل المساعدات مهما كان نوعها، فإن الأولوية في رأي كثير من الأوساط الأوكرانية ما زالت تتمثل في ضرورة مد أوكرانيا بالأسلحة خاصة الثقيلة منها. للدفاع عن أوروبا نحتاج لأسلحة أكثر، خاصة الثقيلة منها، لأن الحرب تعتمد الآن على تقنيات عالية جدا، وليست لدينا تلك التكنولوجيا، والأسلحة التي لدينا لا يمكنها صد القوات الروسية. نحتاج دبابات وطائرات ومنظومات دفاع أرضية. قرارات مؤتمر الدول المانحة في وارسو لقيت ترحيبا من الشارع الأوكراني أيضا. المساعدات مهمة، خاصة الإنسانية منها، لكننا نريد المزيد من بولندا ومن أوروبا. المساعدات ضرورية جدا لنا في هذا الوضع. أحترم جدا ما تقدمه أوروبا من مساعدات، وهذا مهم لنا كثيرا، وأعتقد أنها ستقدم المزيد في المستقبل. مرحلة جديدة قد تدخلها أوكرانيا في حال انتهت العملية العسكرية الروسية أو انحصرت في مناطق شرق البلاد، مرحلة تتطلب تمويلا ضخما لإعادة بناء ما دمرته الحرب، تمويل قد يصل إلى أكثر من 700 مليار دولار كما يقول الرئيس فلاديمير زيلينسكي. يرى أغلب الأوكرانيين أن المساعدات الغربية بمختلف أنواعها أمر مستحق، ويقولون إن بلادهم لا تدافع عن نفسها فقط في هذه الحرب ضد روسيا، بل تدفع أيضا ضريبة تحالفها مع الدول الغربية. إبراهيم حسناوي، سكاي نيوز عربية، كييف.